السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, Kafil? How are you, my brother? I hope that you are in good health. I send you this video as a kind of help for you on how to recite Surah Al-Qasas. How to recite Surah Al-Qasas. So I want you to pay attention more with me on this video. It's so important for you. Inshallah, we will start right now our course on Surah Al-Qasas. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Let's carry on. Carry on. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. هذا من شيعتي وهذا من عدوي فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Let's carry on. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Let's carry on. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير Let's carry on. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Let's carry on. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Let's carry on. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء
واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين. Let's carry on. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Let's carry on. Let's carry on. Let's carry on. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. Let's carry on. carry on. إن قارون كان من قوم موسى فبوى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Let's carry on. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. The last two is ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.